هلا وين بيش need to be to be moved up in bed، لما المريض بيحتاج يكون ارفع up in bed. زي ما حكيت لكم هاي المهارة بشتغلها كتير لو كنت انا بتعامل مع مريض old age وغير قادر على الحركة، او مريض unconscious عندك في القسم. راح تلاقي انه المريض سحل لاسفل السرير وصار في ضغط على رجليه والنوم اله بالمرة مش مريحة، فانا بدي ارفعه للاعلى. لما اتبع اعمل هاي المهارة بدي اهتم زي ما حكينا للبودي ميكانيكس، امنع ال prevent ال injury for myself for patient. فور بيشنت كيف بدي امنع الانجري للبيشنت؟ بدي اتاكد من السايد ريل انها ريزنج، بدي اتاكد من البريك انها اوف موقفه خلال ما بدي اعمل المهاره، حتى امنع الفولينج داون. Is the patient at risk for injury from chairing forces by being moved the patient؟ بدي اخذ بعين الاعتبار ال evaluate the patient condition، any activity restrictions، في اي limitation للمريض. ال patient ability to assist كثير مهمة، لانه انا وقتها بضطر بكون مش بحاجة ل assistant من another nurses. لو اذا كان المريض قادر على يساعدني بدي انا اعمل له اكسبلين كامل للبروسيجر. كيف يعني؟ لا احكي له، لما احكي لك واحد اثنين ثلاثة ارفع بدك ترفع، بدي اشرح له شو الاشي اللي مطلوب منه يعمله. evaluate the patient body weight زي ما حكينا عشان احدد how much additional assistance needed. الاكوبمنت فريكشن ريدوسنج شيت او ميكانيكال الف نون ستيرال جرافز، الجير جيفر اسيستنت الحد الثاني، فول بودي سلينج ليفت اند كفر شيت اف نيسيسري بيست اون اسيسمنت اند افيلابيلتي. الامبلمنتيشن بداية رح نحكي عن في الامبلمنتيشن اي خطوات رح نحتاجها، الخطوات الأساسية اللي أنا بحتاجها قبل بدأ في أي مهارة. أول إشي لازم أشيك على الميديكال ريكورد، راح أشيك على الكير بلان إذا كان في أي ليميتيشن للمريض للحركة، إذا راح أشيك إذا في تيوبز أي في لاين انسيشن أو أي إيكويبمنت، وراح كان أهم إشي الموفمنت ليميتيشن. رقم اثنين اللي هي بريبير كل الإيكويبمنت قبل ما أروح عند المريض، بعدين بيرفورم هاند هايجين، راح احط البي بي اي از انديكيتد، وراح اعرف اتاكد المريض عن طريق شغلتين، اسك البيشنت، والشغله الثانيه تشيك الاي دي في البريسلت ايدنتيفاير. اكسبلين بروسيجر تو ذا بيشنت، مينتين برايفسي بحققها عن طريق كلوز كيورنتين اراوند بيت، اذا حكينا في اي مرافقين عند المريض بفضل ما يكونوا موجودين ونشتغل لحالنا. بعدين عندك البيد اوف بليس البيد على الابروبريت كومفورتبل وركينج هاي اللي هو الالبو هاي، او حكينا الويست ليفل، ادجست الهيد اوف ذا بيد على فلات بوزيشن، ما بدنا نشتغل والهيد اوف ذا بيد كان مرفوع. ريموف البلو من البيشنت، كلهم بحطهم في مكان قريب من هلا. رح نبلش في هاي المهارة، رح استخدم فيها الفريكشن ريديوسنج شيت، كتير كتير بهمني، بفيدني وبسهل علي. رح اشرح لكم شوي من المهارة بعدين ارجع اقرأ لكم النقاط. راح اول زي ما حكينا ارفع مستوى السرير على مستواي، راح احط المريض على سوباين بوزيشن، اشيل كل المخده. اذا كنت انا بشتغل فيها شخص لحالي راح تختلف المهاره عن لو كنت معي اثنين. لو كنت لحالي راح انا امزل سايد ريلز على الجهه اللي انا بشتغل عليها، بالمقابل الجهه الثانيه ما راح ارفع انزل السايد ريلز، راح اخليها ريزنج. راح اخلي المريض، اذا كان المريض حكينا لحالي فراح يكون المريض هون قادر على انه يساعدني. بجهز الفريكشن ريديوسنج شيت، بلفه بشكل رول نص لمنتصفه، بخلي المريض يدير ينزل على جنبه، وادخل الفريكشن ريديوسنج شيت تحت المريض، بالمقابل بلف انا على الجهه الثانيه برفع السايد ريلز الها
للجهة اللي كنت عليها، وبنزل السايدريل على الجهة اللي بدي أروح لها، وبرجع بخلي المريض يدير على الجهة الثانية، وأضبط الفريكشن ريديوسينج شيت بحيث يكون كله تحت المريض. إذا هاي الخطوة اللي أنا حكيتها، حكيت كيف راح أحط الفريكشن ريديوسينج شيت تحت المريض. بعديها راح أطلب من المريض يحط إيديه التنتين بشكل متقاطع يعني كروس على الهير تشيست، ويرفع الركبتينه ورجليه القدمين اللي هم الفوت ملاصقين للسرير. تمام، راح انا اوقف اسفل السرير من جهة الرجلين، وادعم رجلين المريض، واترك مسافة بين رجلي حتى انا احافظ على البودي ميكانيكس، الظهر تبعي يكون مشدود. وراح احكي للمريض عند العدلة نقطة 1 2 3، بترفع حالك للاعلى، راح يرفع المريض حاله للاعلى، الفريكشن ريديوسينج شيت راح يقلل الاحتكاك ويسهل هاي الحركة جدا على المريض ويرفعها، وانا ادعم رجلين المريض للاعلى. هاي اول نقطة. نقطة رقم 2، لو كان معي 2 nurses 2 assistant، تمام، هلا راح احكي لكم عنها. اذا الريدكشن ريديوسينج شيت راح احطه تحت المريض، راح اسال المريض اذا كان في مجال اللي هو pinned his leg، تمام، وعندك البيشنت هاف فولد ذا ارم كروس ذا تشست، هاف ذا بيشنت ليفت هيد وذ ذا تشين اند ذا تشست، ويرفع راسه للاسفل. هلا حكينا اذا كان انا 1 nurses، اذا كنت 1 nurse should be positioned on each side of the bed. هلا راح اشرح لكم لو كنت انا 2 nurses ممرضه، راح تكون على الجانب اليمين للمريض، وممرضه الثانيه سوري راح تكون على الجانب اليسار للمريض. تمام، بنفس الطريقه السابقه كيفيه او وضع الفريكشن ريديوسينج شيت تحت المريض، الممرضة اللي على الجانب اليمين راح تعمل اللي معاها الفريكشن ريديوسينج شيت، تمام، اللي هي راح تلفه على شكل رول، والممرضة على الجهة اليسار راح تسحب المريض لعندها زي ما حكينا، راح تحط ايد تحت كتف المريض والايد الثانية تحت رجليه وترفعه لعندها، راح ندخل الشرشف تحت المريض، راح نعكس الاجراء، الممرضة اللي على الجهة اليمين راح تسحب المريض لعندها، والممرضة اللي على الجهة اليسار راح تسحب الفريكشن ريديوسينج شيت لعندها، فراح يصير الفريكشن ريديوسينج شيت تحت المريض. تمام، الخطوة اللي حكيتها كيف انا عملت الفريكشن ريديوسينج شيت تحت المريض بمساعدة نيرس اخر، يعني 2 nurses اشتغلوا عليها. السايد ريلز راح تكون نازلة على الجهتين بما انه في 2 nurses موقف يعني موجودين، وبدي اتأكد انه البريكس هون اوف مش عم بتحرك السرير نهائيا. تمام، هلا التو نيرسز راح يمسكوا كل وحده من جهتها تمسك طرف من الفريكشن ريديوسينج شيت، قبل ما نمسك الريديوسينج شيت راح نطلب من المريض نفس الخطوات السابقه يحط ايديه على صدره بشكل متقاطع كروس، ويحني يرفع الركبه للركبتين وللاعلى، وباطن القدمين ملامس للسرير. رح نحكي للمريض انه عند العد 1 2 3 رح نرفع، وهو اذا كان قادر يساعدنا رح يساعد شوي برجليه يرفعهم للاعلى، ما كان رح قادر على المساعده رح نشتغل المهاره لوحدنا. اذا كل وحده مسكت جهه، كل ممرض او ممرضه مسكت جهه، بعدوا 1 2 3 وبرفعوا الفريكشن ريديوسينج شيت، فالمريض راح يرفع للاعلى. حكيت لكم الفريكشن ريديوسينج شيت راح يقلل الاحتكاك لانه هو نوع قماش معين كثير بشبه النايلون بانه بسهوله الحركه. تمام، هلا زي ما حكينا ارجع اقرأ من النقاط، 1 nurse should be positioned on each side of the bed. تمام، الفيت على سبريت شولدر ويدث ابارت اوف ذا 1 فايل، اللي هي كيف انت تحامي على هاي رجليك مفتوحين، المسافه بينهم نفس عرض الكتاف، رجل امام رجل.
If available on build, engage mechanics to make the build service framer of repositioning grass reflection reducing sheet securely. بعد ما اكون دخلته close to the patient body, كيف بدي ارفعها؟ هلا بدي احافظ على البادي ميكانكس لإلي. فليكس يور ني اند هب لاني راح انزل حالي لتحت, ولما اجي ارفع 1 2 3 برفع حالي للاعلى. تايتن يور ابدومينال اند جلوتيال ماسل اللي هم عضلات الفخذ. كيب يور باك, شايفين الصورة عندكم واضحة, رجل أمام رجل وكل ممرض على الجهة الثانية. البريكس عندكم لازم تكون أوف والسايد ريل نازلة. شفت يور ويت باك اند فورث فروم يور باك ليج تو يور فرونت ليج ان ذا كاونت تو 3. تمام, راح تكون الحركة في الرجلين وأرفع حالي للأعلى. مريض تمام. لما نعيد لرقم 3 موف البيشنت اب ان بيد. بيشنت كان اساس زي ما حكينا بوشينج وذ ذا ليج عن طريق رجلين. ريبيت البروسيس اذا ما قدرنا نشتغلها مره واحده, يعني كان المريض اوبيز فرح انا اشتغلها شوي في بطء اذا كان اذا احتجت. تمام, هاي حرفعنا المريض اذا ما شايفين انتو ايدين المريض على صدره. نقطه رقم 3 ادجست البيد. هلا بحط المريض على كومفورتبل بوزيشن ان كان مريح له يكون المريض على الفاولر. هاي حكيناها. ريتيرن البيد سيرفيس للنورمال سيتنج اف نيسيسري. ريز السايد ريل اهم نقطه. بليس البيد على اللوست ليفل. بعد ما خلصت برجع بنزل السرير على اخفض مستوى. كلين ترانسفير بورد او اي شيء انا استخدمته. ريموف الجلافز وبرفع. مهارة رقم 3 ترانسفيرينج ا بيشنت فروم بيد تو ستريتشر, من السرير للنقالة. اللي بعديها راح تكون ترانسفيرينج البيشنت فروم البيد للويل تشير, كرسي العجلات. بدي اياكم تحطوا في عين الاعتبار متى انا بستخدم الستريتشر ومتى انا بستخدم النقالة. اذا كان البيشنت تبعي اللي هو كونشيوس واعي قادر على الحركة قادر على المساعدة رايح على قسم الأشعة يتصور أو ينعمل له ألترا ساوند, أنا هون بفضل أستخدم الويل تشير على إني أستخدم بستريتشر. إذا كان المريض كمان مثلا بوست أوب ماشي في المراحل اللي خلص إنه هو ديسشارج اليوم مروح على بيته, تمام, هو صاحي واعي قادر على الحركة وما عنده أي مشكلة لكن عنده شوي صعوبة في الحركة وتعب, بستخدم الويل تشير ما بستخدم الستريتشر. الستريتشر بستخدمها لو كنت معي مريض unconscious غير واعي أو غير قادر unable to movement غير قادر على الحركة أو مريض عنده complete paralysis بالمرة, فأنا بدي أنقله مثلا على قسم الأشعة بدي أنقله على قسم العمليات أو أنا ماخذ المريض من قسم العمليات على القسم اللي حيكون المريض سيمي كونشيوس, فهون أنا بفضل أستخدم الستريتشر لأن المريض بيكون نايف يعني لاينج عليها نايم عليها وأنا بمنع الفولينج داون للمريض عنها. تمام, الإكوبمنت ترانسبورت ستريتشر راح أحتاج فريكشن ريدوسينج شيت, راح أحتاج ترانسفير بورد رولر بورد الافيلابل بلانكت باث بلانكت ريجولر بلانكت تو اسيستنت, يعني تو اسيستنت بالاضافه الى الممرض الرئيسي اذا كم نيرسز 3 نيرسز حسب البيشنت كونديشن والنون ستيرل جلوفز بي بي اي اللي راح استخدمهم بالضبط الادوات اللي هم الاسترتشر والترانسفيرنج بورد اكثر من اني راح استخدم الفيكشر ريدوسينج شيت. لو كان المريض اللي انا راح انقله على النقاله الساحل اسفل السرير اول شيء راح ارفعه لاعلى السرير بعدين انقله على النقاله, وقتها انا بستخدم الفريكشن ريدوسينج شيت. اذا كان المريض في وضعه المناسب في السرير راح استخدم مباشره الترانسفيرنج بورد اللي هي هاي وراح استخدم الاسترتشر. تمام, بعدين الامبلمنتيشن الميديكال ريكورد بدي اتاكد من الكير بلان اذا كان في عند المريض اي ريستريكشن للموفمنت, اذا كان في اي في لاين تيوب انسيشن او اكوبمنت بحتاجها خلال النقل. بيرفورم الهاند هايجين هذه كلها بشتغلها, راح اوصل عند المريض ايدنتيفاي البيشنت تو ايدنتيفاير اسك ذا بيشنت ويل تشيك ذا بريسلت اكسبلين بروسيجر للبيشنت كينوز كيورنت تحقق المبدأ البرايفسي. بعدين
adjust the head of the bed على flat position تمام، وراح ارفع ال raise the bed على مستوى اللي هو ال waist level، والسايد ريلز راح ارفعها اذا كان في على كل جهة في ممرض برفعها، ممرض برفعها. Place the blanket over the patient and remove the top cover of the under neck. هلا هون راح ارفع المخدات، راح ارفع كل شيء عن المريض، فقط راح اخلي الشرشف الخفيف اللي هو فوق المريض حتى انا احافظ على البسي. تمام، حكينا راح نستخدم الفريكشن ريديوسنج شيت اذا كان المريض نازل اسفل السرير، انا عشان ارفعه بستخدم الفريكشن ريديوسنج شيت. تمام، ان ما في هذا راح استخدم الترانسفيرنج بول. تمام، هلا راح اعمل اللي راح اشرح لكم اياها. هلا للاسف احنا عندنا في المستشفيات في القطاع ما في الفريكشن ريديوسنج شيت وما في الترانسفيرنج بول، راح نستخدم احنا للشرشف. انا بدي اشرح لكم الايديال بعدين ادخل على الوضع اللي عندنا. راح احط البوزيشن، راح احط الاسترتشر بجانب سرير المريض، انزل السايد ريلز للاسترتشر وللمريض على الجهتين واخليهم ملاصقين في بعض، واسكر البريك تبعت السرير واسكر البريك تبعت المريض عشان لما اجي انقل المريض ما تمشي السرير والاقي المريض على الارض يعني فولينج داون. تمام، هاي اول نقطة. راح احط الترانسفيرنج بورد تحت اسفل المريض بنفس ما حكينا، يعني في عندك خيارين، يا اما بحطها من الجهة اللي ما عليها الاسترتشر او اني بحطها تحت المريض قبل ما اعمل عملية احط الاسترتشر بجانب السرير. على الجهتين ما في مشكلة اللي هي صحيحة. اول اشي احط الترانسفير تحت المريض. كيف بدي احط الترانسفيرنج بورد تحت المريض؟ زي ما تعلمنا كيف بشتغل، احط شرشف تحت المريض، لو كان المريض على السرير بميل المريض على جانبه الايمن، بدخل الستريتش الترانسفيرنج بورد من جهة اليسار وبرجع بعكس المريض على الجهة على الجانب الايسر، فراح يصير هو على الترانسفيرنج بورد. اسحب الترانسفيرنج بورد، بتاكد انها في منتصف السرير، بعديها احط الاسترتشر بجانب سرير المريض او اقفل البريك على الجهتين. تمام، هلا انا صرت حاطه المريض على الترانسفيرنج بورد وصارت الاسترتشر ملاصقه للبيد اوف ذا بيشنت. هون انا بدي اعمل عمليه النقل في الترانسفير بورد اللي هو لوح النقل. ميزك لوح النقل اللي هو عباره عن سطح زي كانك بتحكي صينيه ملساء ناعمه، فلما اجي انا انقله انا ما راح اشيل نهائيا المريض، ما راح ارفعه، كاني بعمل بس سحب، سحب للمريض. تمام، هلا زي ما حكينا ثلاث ممرضين صح، والمريض موجود وين؟ على الترانسفيرنج بورد. مريض جهه سرير المريض، ممرض سوري جهه سرير المريض، وممرضين جهه الاسترتشر، جهه النقاله ممرضين، جهه سرير المريض ممرض. الممرضين اللي جهة السرير الاسترتشر كل واحد من جهة، واحد من أسفل من جهة السفلي للترانسفيرنج بورد يمسك، والممرض الثاني من جهة العليا للترانسفيرنج بورد يمسك، والمريض الثاني بيكون مقابل إلهم عند العد 1 2 3 رح يدفعوا المريض على الاسترتشر. صار المريض على الاسترتشر. تمام، كيف إيش نعمل هلا؟ بدنا نشيل الترانسفيرنج بورد من تحت المريض عشان انا احط المريض على وين؟ على الاسترتشر. برفع السايد دريلز تبعت الاسترتشر على الجهه اللي انا راح اعمل تيرنينج للمريض عليها، يعني المريض بدي الفه على الجهه اليمين عشان اسحب من اليسار الترانسفيرنج بورد، راح ارفع السايد دريلز على الجهه اليمين. تمام، برفع بسحب السايد دريلز، بتاكد انه المريض منتصف الاسترتشر، خلصت انا شلت الترانسفيرنج بورد، مباشره برفع السايد ريلز للجهتين اليمين واليسار، بحط المخده اسفل راس المريض وبغطي المريض وبتاكد من الكومفورتبل للمريض. هلا ارجع اقول لكم النقاط. اذا رقم 6 زي ما حكينا، لو انا المريض كان ساحل وبدي ارفعه راح استخدم الفريكشن ريديوسنج شيت، بوزيشن الاسترتشر بارلل للبيد، وراح اعمل زي ما انتم شايفين لوك للويلز، بدي اسكر الرجلين.
when two nurses when بدهم يكونوا جهات الستريتشر تمام. Once the patient على transferring board للستريتشر راح ارفع الترانسفير بورد بنفس طريقة وضعها، بتأكد من البيشنت ان السايد ريلز مرفوعة raise the side rail، بعدين ensure the patient comfort، cover the patient blanket from bath blanket or underneath leave friction reducing sheet، clean the transferring board if indicated. Once the patient is transferred على الستريتشر راح ارفع الستريتشر بورد بنفس طريقة وضعها، اميل المريض على جنبه زي ما انتم شايفين، راح ارفع السايد ريل تمام، راح نرفع السايد ريل وراح احط على الجهة اللي راح يكون المريض رايح إلها، بعدين ارفع ارفع الترانسفيرنج بورد، احط المريض في المنتصف، احطه في كومفورتبل بوزيشن، كفر البيشنت واتاكد انه اشيل كمان الفريكشن ريديوسينج شيت في حال استخدمته. كلين ترانسفيرنج سوري كلين ترانسفير الايدز دير فاسيليتي بوليسي اف انديكيتد. هلا كل اللي شرحناه كامل، لكن احنا في عندنا في القطاع بسبب قلة المصاري الموارد ما في عندنا لا فريكشن ريدوسينج شيت ولا في عندنا الترانسفيرنج بود، راح استخدم شرشف للسرير بنفس طريقة وضع الفريكشن ريدوسينج شيت، بنفس طريقة وضع الترانسفيرنج بورد بحط شرشف خصوصي لنقل المريض. طريقة نفس الاشي، هلأ ممرض بمسك من الجهة الأسفل للمريض جهة الرجلين، ممرض بمسك من جهة العلية للمريض جهة الصدر، وهاي نفس الشرشف، والممرض الثالث راح يكون واقف جهة البيد للسرير. في هاي الحالة راح نرفع المريض رفع مش سحب، راح نرفع رفع لأنه انت بتستخدم شرشف في احتكاك فما راح تكون الحركة سهلة، فأنا بضطر أرفع رفعة خفيفة شوي عشان نقلل. Transferring a patient from the bed to chair اللي هي المهارة القبل الأخيرة اللي هي أنا بدي أحول المريض من البيد للتشير أو ويل تشير وات إيفر، راح أستخدم النقاط التالية. راح أحتاج ويل تشير زي ما أنتم شايفين بالصورة، راح أحتاج الجيت بيلت، وهاي الموجودة عندك ستاند أسيستنت آيد إذا كانت موجودة، بلانكت كفر، نون ستيرال جلوفز، هدار الإيكوب اللي أنا راح أحتاجهم. زي أي مهارة راح أشيك على الميديكال ريكورد، راح أشيك إذا في تيوبز أي بي لاين إنسجن إيكوبمنت، راح أشيك إذا في أني ليميتيشن للحركة، راح أعمل بيرفورمنت هاند هايجين، راح أروح عند المريض راح أشيك على أيدنتيفاي البيشنت، إكسبلين بروسيجر، موف الإيكوبمنت تو ميك الروم فور تشير، كلوز كيرانتين أراوند ذا البيشنت، بليس ذا بيد أند ذا لوست position, raise the head of the bed to sitting position as high the patient can to relate. تمام؟ إذا منتبهين بدي أحط هنا بعين الاعتبار اللي هو أول إشي مكان التشير من البيد راح تكون عند رأس البيد، هذا بدي أعتبره البيد، وهذا التشير راح يكون عند رأس المريض، عند رأس السرير تبع المريض، فراح يكون المريض هون جالس تمام. بدي اتاكد انه البريك بوث بريك ار لوكد للتشير ولا لا التشير ولا البيد ار لوك، راح اشرح لكم اياها. راح اخذ في عين الاعتبار شغله كثير مهمه، انه المريض راح ارفع اول شيء راح ارفع السرير تبع المريض اخليه بالسيتنج بوزيشن حتى اسهل عليه عمليه الحركه، اذا كان المريض قادر على الحركه راح اطلب منه ينزل رجليه على الارض، اذا كان المريض مش قادر على الحركه راح انزل له اياهم انا تمام. نزلنا رجلين المريض راح نتلك المريض خمس من 3 دقائق لخمس دقائق على طرف السرير جالس، وانا واقف جنبه حتى اتاكد انه ما في عند المريض postural hypotension انخفاض في ضغط الدم ناتج عن تغيير الوضعيه، حتى لو انا وقفت المريض ما يوقع مني. بعد ما اتاكد انه المريض ما في عنده اي دوخه ولا في عنده اي هايبوتنشن راح اكمل باقي الاجراءات، راح اخلي خليت المريض جالس على طرف السرير، راح اخلي مسافه بين رجلين المريض، اطلب من المريض يفتح رجليه، وراح اوقف انا بمنتصف رجليه، رجل في الداخل ورجل على الجهه الثانيه الي از انيرسز، راح احكي للمريض
عند العد لرقم 3 راح توقف، راح يوقف المريض وانا ماسك الجيت بيلت اللي انا حطيتها حوالين خصر المريض، تمام. بمجرد ما حكيت للمريض انه يوقف، ووقف المريض بحركة دائرية عن طريق الجيت بيلت، بلفها لف على المريض والمريض راح يلف معي، كل اللي راح يمشي المريض خطوتين لانه هو راح يكون هون هيك، بس هيك راح يجي حركة دائرية لف للمريض من البيد للتشير، واحط المريض على التشير ويجلس المريض على التشير. بالبداية راح يجلس على طرف التشير، راح اساعده انه يرجع لورا. لما انا بدي اخلي المريض يجلس على الويلتشير، تلقائيا انا راح انزل، يعني راح اضطر انزل حالي عشان اقعده على الويلتشير. هون بدي انتبه للبودي ميكانكس تبعتي، بدي اهتم انه انا افتح مسافة برجلي خلال ما هو بنزل، راح اهتم انه الفتحة بين الرجلتين على مستوى الكتف، انتبه انه ظهري مستقيم وما نزلته نهائيا، تمام، حتى ما يكون كل الجهد على الباك. هون بالعكس بيكون كل الجهد على الجلوتيال ماسلز والابدومينال ماسل. بتأكد من المريض في وضعية مريحة ما في عنده أي كومبليكيشن بتخص الهايبوتنشن والدوخة، بغطي المريض وبنقله على المكان اللي بدي إياه بكل سهولة. رح أقول لكم النقاط: encourage the patient to make use of stand assist aid، إذا ما كان كمان قادر على الحركة رح أخليه يوقف عن طريق اللي فرجتكم صورتها، عن طريقها يدعم حاله ويوقف عن طريقها. قبلها حكينا بدي أكون حاطة الجيت بيلت، تمام. هلا to move the side of the bed and into side lying position face the side of the bed on which the patient will sit، يعني انا بدي اكون مقابل المريض مباشره، هون مقابل المريض. lower side rail and stand near the position hip، stand your leg shoulder width apart، هاي بتخصني حتى امنع البودي، حتى احافظ على البودي ميكانكس. Foot near the head of the bed slightly in front of other foot. Encourage the patient to make use of the stand device. Assist the patient to sit up. زي ما حكينا لما انا ارفع المريض بدي اتاكد اني انا ماسك الجيت بيلت كثير متحكم فيها، واسال the patient to swing her or her leg over the side of the bed. يمرح رجلي at the same time by foot your by. بهاي الحالة أنا بحضر ظهري إني leg back leg to fit the patient trunk and the shoulder. Keep your back straight. Twisting. Stand in front of the patient أمامه. Assess for any balance problem حكيناها. Allow the patient leg to dangle few minutes حتى أمنع postural hypotension. Assess the patient to put on wrap as necessary and knocked footwear. Wrap the gait belt around the patient waist. راح اكون انا مقابل للمريض. Spread your feet about shoulder width apart and flex your head and ask the patient to slide his or her buttock to the edge of the bed until the foot touch the floor. راح اخليه على طرف السرير، وهون راح احكي احط انا with your foot position in the outside of the patient foot. If second staff person، اذا كان في معك حدا بيساعد راح يكون بنفس البوزيشن. Encourage the patient to make use stand assistive device، اذا كان مش قادر على الحركة او انه يوقف، اذا كان قادر على الحركة عادي ما في مشكلة. انت ك second person راح تعمل grasp بالجلت بيت زي ما انا حكيت لكم، use the guilt belt assist the patient to stand، راح اخليه يوقف بنفس الاشي. Rock bad and forth while counting to 3 على رقم 3. Use your leg to help raise the patient standing position. If indicated, brace from your knee against the position weak extremity as he or she stand. تمام؟ نهتم للبالانس and the length leg strength. هلا بالنسبة للبادي بوزيشن كيف انت راح تعملها؟ pivot your back foot and assess the patient to turn until the patient feel the chair against his or her leg. Assist the patient to use arm to steady him or herself in the arm of the chair while slowly learning to sitting. زي ما حكينا بدك بحركة بطيئة رح يجلسوا على طرف الويلتشير، بعدين رح تخليه يكمل press the patient knees with your knees and hold the gait belt. Flex your hip and knee when helping the patient. ها flex your hip، ما تتني ظهرك، بالعكس خلي شغلك على رجلينا. تمام،
هاي زي ما احنا شايفين، طلعوا رجل المريض، رجلين المريض مفتوحين، رجل راح تكون جوا المريض، موضع السرير هون، سوري وضعية الكرسي هون غلط، لازم تكون جهة مكان الكومودينا، وانا الف المريض بحركة دائرية، تمام، اللي هي لف دائري من هون لهون، بس لف هيك وحط المريض على السرير على التشير مباشرة. أسس البيشنت ألاينمنت إن تشير، ريموف الجيت بيلت إف ديزاير ديبندينج على البيشنت كومفورت، كفر وذ بلانكيت، ميك شور الكول بيل أند أذر نيسيسري أيتم وذين إيزي ريتش. الأدوات اللي أنا استخدمتها بدي أعمل لها كلين وديسكارد الإكوبمنت اليوزرز، ريموف الجلافز،